ولمزيد من المتابعة ونقترب أكثر من المشهد الانتخابي، ينضم إلينا مراسل الغد من ميشيغان عمر بشير. عمر، ترامب الآن لديك في الولاية، أجواء المؤتمر الذي يعقد في هذه الأثناء والتحضيرات أيضا، وأبرز استطلاعات الرأي. نعم عمر. نعم، ترامب كما قلت يصل الآن إلى ميشيغان، وبالمناسبة هذا الخبر أصبح اعتياديا هنا في ميشيغان. ترامب بشكل شبه يومي بات هنا في ميشيغان، اليوم هو موجود في مدينة لوكامب، أمس الأول أيضا كان هنا في ميشيغان، غدا سيأتي مرة أخرى ويزور مدينة جراند بيرد. هذا يعني أن الجمهوريون يكثفون من حملاتهم الانتخابية هنا وبشكل خاص من الرئيس الأمريكي. لك أن تتخيل أو تتصور أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاء إلى ولاية ميشيغان 4 مرات خلال أسبوع واحد، خلال 7 أيام الرئيس الأمريكي كان هنا. هم يهدفون إلى الحفاظ على ما تم تحقيقه في العام 2016 بانتزاع أصوات ونقاط هذه الولاية، وواضح أنهم أيضا معنيون باستطلاعات الرأي، رغم أن الجمهوريين دائما ما يقولون أن هذه الاستطلاعات يقودها اليساريون والديمقراطيون، وبالتالي هي لا تعكس حقيقة الشارع، ولكن على الأرض عندما يأتي ترامب بشكل شبه يومي إلى هنا، هذا يعني أنه مهتم باستطلاعات الرأي التي توضح أن الديمقراطيين يتقدمون هنا. جو بايدن يتقدم على ترامب اليوم في أحدث استطلاع للرأي بفارق وصل إلى 8 نقاط ونصف النقطة، وهذا فارق كبير. لكن لماذا يأتي ترامب؟ يعني أليس الناخب الأمريكي لديه وجهة نظر واضحة على الأقل قبل ساعات من التصويت؟ يعني ألم يحدد الناخب الأمريكي بعد موقفه من اختيار ترامب أم بايدن؟ لماذا يواصل الجانبان الوصول إلى هنا؟ دعني أقول لك أن الناخب الأمريكي وفقا لأيضا تقييمات المتابعين واستطلاعات الرأي، وربما بعض من سألتهم أيضا، ربما لهم أسباب غريبة في اختيار المترشحين، بمعنى أن ترامب إذا ما قال كلمة لافتة اليوم أو غدا يمكن أن يؤثر على ميول ناخب متردد. وهذا يحصل، يعني على سبيل المثال وباختصار، ناخبة من أصحاب البشرات السوداء الذين هم بالأغلب يصوتوا لجو بايدن قالت لي يوم أمس عند سؤالها أنها انتخبت ترامب. لماذا؟ السبب غريب، هو أن ترامب أقل عمرا من بايدن، بمعنى أن بايدن كبير جدا في السن، لا يمكن أن يبقى على قيد الحياة كما تقول لسنوات 4 قادمة. بمعنى أن هذا السبب بسيط، ليس سبب له علاقة بالاقتصاد أو بالسياسة أو بتحسين الأوضاع المعيشية للسكان. فهناك ميول، يعني الأمريكيون لا يأخذون الموضوع كحزمة واحدة عند التصويت. ربما لديهم أفكار غريبة، في بعضهم لديه أفكار غريبة في اختيار الناخب، إما ترامب المرشح الرئاسي، إما ترامب أو بايدن. ابقى معنا عمر بشير مراسل غد من ميشيغان، ونرحب بمراسلنا الذي انضم إلينا من واشنطن عمر محمد. عمر، مع قرب البدء في الانتخابات المباشرة من خلال صندوق الاقتراع، هناك استعدادات أمنية في واشنطن، والملاحظ أن هناك العديد من المدن الديمقراطية تبدأ بأخذ هذه الاحتياطات أيضا، ما السر في ذلك؟ أهلا حازم. نعم، العاصمة الأمريكية واشنطن والعديد من المدن الديمقراطية ومنها نيويورك، فيلادلفيا، وأيضا يعني دعني أقول المدن التي شهدت احتجاجات عقب مقتل جورج فلويد تقوم بإجراءات احترازية من قبيل إيصاد أبواب المحلات بالألواح الخشبية وواجهات المحلات، خوفا من اندلاع اضطرابات. هذا الأمر متوقع، خاصة مع لربما عدم قبول الرئيس الأمريكي بالاعتراف بنتائج الانتخابات إلا بشرط أن تكون انتخابات نزيهة، وهذا كان محط اعتراضه منذ البداية حين تكلم عن التصويت أو الاقتراع عبر البريد. فلهذا لجأت يعني قوة الحرس الوطني وإدارة الحرس الوطني هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن إلى تشكيل قوة الرد السريع ب 600 عنصر من الشرطة العسكرية، جلهم قادمون من أريزونا وألاباما،
وبطبيعة الحال هناك استعدادات أمنية كبيرة، لكننا قد نشهد نزول هذه القوات ليلة الانتخابات أي ليلة الثاني على الثالث من نوفمبر. في ذات الوقت أود أن أعطيك هذا الخبر العاجل الآن. وصل عدد المقترعين عبر الاقتراع المبكر إلى 93,300,000 أمريكي، بارتفاع 2,000,000 خلال أقل من 24 ساعة. الولايات التي تحدثت عنها حازم مع الزميل عمر بشير، الولايات المتأرجحة صوتت بكثافة عالية وما زالت تصوت رغم إغلاق بعض مراكز الاقتراع في بعض الولايات حسب قوانين كل ولاية، إلا أن 28 ولاية ستبقى مستمرة بالاقتراع المباشر المبكر حتى الثالث من نوفمبر، في مقدمتها أكبر ولاية بعدد أصوات المجمع الانتخابي كاليفورنيا. ابقى معنا عمر محمد مراسل الغد من واشنطن، ونرحب بكنانة الشريف مراسلة الغد من ولاية فيرجينيا. كنانة، يوم أمس في تكساس كان هناك من قبل أنصار ترامب محاولة لمنع حافلة من حملة الديمقراطيين، حملة جو بايدن، وحرفها عن المسار. هذه الحادثة على ما تشير بداية، وهل تؤشر إلى أن هناك أعمال شغب يمكن أن تكون مرتقبة، والتخوفات التي رصدها لنا عمر محمد مراسلنا من واشنطن؟ نعم حازم، ما حصل بالأمس أن هناك كان تجمع انتخابي سيخرج من مدينة سان أنطونيو إلى مدينة أوستن في تكساس حوالي تقريبا 4 ساعات بالحافلة، ولكن تم إلغاء هذا الحدث الانتخابي. كمالا هاريس كانت تتواجد بالأمس في تكساس وقد زارت 3 مدن في هذه الولاية. أوستن هي يعني مدينة جامعية، والأصوات التي خرجت في هذه الحملة من سان أنطونيو إلى تكساس معظمهم من اللاتينيين ومن الديمقراطيين الليبراليين التقدميين. ما حدث أن تم محاوطتهم من قبل أنصار ترامب، وبدأوا بشتمهم بشتائم بذيئة، وحاولوا حرف مسار الحافلة. في البداية بدأ إبطاء لهذه الحافلة ثم محاولة حرفها عن مسارها، ولكن لم يكن هناك من قبل حملة ترامب تعليق، سوى أن ترامب شارك فيديو على صفحته في تويتر وقال بالأحرف الكبيرة upper cases، وهي عندما يكتبها أحد في اللغة الإنجليزية تعني أنه يصرخ بصوت عالي، قال I love Texas، أنا أحب تكساس، إشارة منه إلى أنه يدعمهم فيما فعلوه. بالمقابل رد عليه روسو مدير حملة بايدن في تكساس وقال له بدلا من أن تهتم بحافلاتنا وحملاتنا الانتخابية لما لا تهتم لأنصارك، مرتين على التوالي في بنسلفانيا أنصارك يصلون إلى مطار بنسلفانيا ولا يوجد أي حافلات لنقلهم إلى مقر تجمعك الانتخابي، بل ويضطرون للمشي مسافات طويلة ليجدوا سيارات لنقلهم. يقال أن هناك كان على متن هذه الحافلة التي كانت متوجهة إلى أوستن سيناتور سابق في تكساس سيناتور روني، لكنه لم يعلق ورفض التعليق على أي شيء على صفحته أو على صفحته على شبكات التواصل الاجتماعي. يعني هذه الحادثة بالطبع هي حادثة لنقل أنها متوقعة في هذه الانتخابات، هذه الانتخابات الغريبة نوعا ما على الولايات المتحدة الأمريكية. ستشتد طبعا هناك على مدى 3 أيام متواصلة، كانت في العاصمة واشنطن تشديدات كبيرة جدا، غلق المحال التجارية بالألواح الخشبية تحسبا لأي أعمال شغب. أيضا ليس فقط في واشنطن هذا الأمر والتحسب، هناك في عدة ولايات مثل ولاية بنسلفانيا مدينة فيلادلفيا، أيضا كذلك الولايات
الولايات التي تعتبر فيها نسبة الجمهوريين والديمقراطيين عالية كالولايات المتأرجحة، من المتوقع أيضا أن تحصل هناك أعمال شغب كبيرة. الخوف من أعمال شغب ليس فقط بالحجارة أو أعمال نهب، هنا أيضا يوجد موضوع السلاح، يعني هذا موضوع مخيف جدا ومرعب جدا في الولايات المتحدة الأمريكية. حاول كثير من الديمقراطيون أن يمنعوا حمل السلاح أو أن يكون له قوانين أكثر صرامة، ولكن الحزب الجمهوري لم يفعل أي مشروع تجاه هذا الموضوع. لذلك من المتوقع في أي كانت النتيجة، أي حال كانت النتيجة، ستكون على الأغلب هناك أعمال شغب. لا نعلم إلى متى ستمتد هذه الأعمال على إثر ما حدث بعد مقتل جورج فلويد في الصيف الفائت. ماذا عن أبرز الاستطلاعات كنانة في هذا اليوم قبل تقريبا 72 ساعة على بدء السباق الرئاسي، سباق البيت الأبيض؟ يعني استطاعت الرأي لا تزال تشير إلى أن بايدن متقدم بنقاط 10 نقاط على المستوى الوطني، ولكن الهامش ضيق جدا في الولايات المتأرجحة التي يتبارز فيها كلا الحزبين. الحزب الديمقراطي يريد إعادة مدن الجدار الأزرق، وهي ويسكونسن، ميشيغان، بنسلفانيا، إلى حاضنته. هذه الولايات التي أرهقته وكسرت عنقه في الانتخابات الماضية 2016. استطلاعات الرأي لا تعني يعني بالضرورة أن هذه فعلا النتائج هي صحيحة، خاصة أن في ولاية آيوا يتقدم بايدن. هناك تعويل على ولايتي آيوا ونيو هامشير، يعتبر هاتان الولايتان ولايات ريفية معظمها من البيض المزارعين، أغلبهم من المتوقع أنهم سيصوتون لترامب. ولكن هنا في ولاية فيرجينيا حوالي 53% قالوا قبل عدة أيام أنهم سيأتون للتصويت في 3 نوفمبر، ومعظمهم سيصوتون للجمهوريين. لذلك بعد 3 نوفمبر سنشهد على الأغلب اختلافا كبيرا جدا في الأرقام التي كانت أثناء استطلاع، خاصة أن الجمهوريون لا يثقون بهذه الاستطلاعات ولا يدلون أيضا بصوتهم في هذه الاستطلاعات، ولا يؤمنون بالتصويت المبكر أو التصويت خاصة عبر البريد، والذي أجبر الكثير أجبر الكثير على التصويت عبر البريد بسبب جائحة كورونا. ولكن كما قلت لك، 3 نوفمبر سيشهد تغيير كبير في هذه الاستطلاعات وفي الأرقام التي رأيناها. إليك حازم. ابقي معنا كنانة الشريف، مراسلة الغد من فيرجينيا. أنتقل بكم مشاهدينا إلى ميشيغان، ومن هناك عمر بشير. عمر، كما نتابع إذن في هذه الصور المباشرة وصول ترامب إلى المؤتمر الانتخابي في الولاية كما كان متوقعا، والبدء بكلمته بعد قليل رغم الطقس السيء في هذه الولاية، إلا أنه يحضر في هذا المؤتمر. عمر، كيف ترصد لنا الأجواء في هذه اللحظات؟ كما تشاهد طبعا الثلوج تتساقط. ترامب في مدينة أخرى ليست قريبة عن هنا إلى حد ما، هو موجود في مدينة لوكامب ووصل فعلا للتو، لكن هذه زيارات قصيرة كما قلنا. ولكن ما يميز الجمهوريين في حملاتهم الانتخابية هو خروج أنصار دونالد ترامب عندما يأتي إلى هنا، أو مايك بينس أو جونيور ترامب عندما يأتي إلى هنا، دون أن يكترثوا لحالة الطقس. قبل أيام عندما كان ترامب هنا تحديدا في لانسينغ، ورغم برودة الأجواء آنذاك والأجواء التي كانت مثل هذه الحالة الجوية، خرج ما يقرب من 20,000 شخص لإلقاء التحية على ترامب الذي سوف يبقى لفترة زمنية قصيرة، دقائق يبقى فقط في الميدان، في المكان، يلوح بيديه لأنصاره، يتحدث بكلمة قصيرة، ثم يأخذ الطائرة ويتوجه إلى مدينة أخرى وولاية أخرى. هذه الفترة الزمنية القصيرة التي يبقى فيها ترامب تكلف الناس خروجا منذ الصباح والانتقال ربما من مدن إلى أخرى. هذا يعني أن هناك للجمهوريين هنا أيضا في ولاية ميشيغان يعني مؤيدين كثر، ويرغبون في أن يبقى ترامب لسنوات 4 أخرى. يعني فعلا حالة الطقس هي تزداد
سوءا في ميشيغان بشكل خاص، لكن هذا لا يؤثر على سخونة المنافسة بين المترشحين دونالد ترامب وجو بايدن الذي كان يوم أمس هنا، وتحديدا كان مع باراك أوباما في بيلي آيل وهي جزيرة هنا في مدينة ديترويت. أشكرك جزيل الشكر عمر بشير مراسل غد، كنت معنا من ميشيغان، ومن واشنطن عمر محمد، ومن فيرجينيا كنانة الشريف. شكرا لكم شبكة مراسلي الغد.